السلام عليكم ورحمة الله. الأخوات كديرين؟ لاباس عليكم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بألف ألف خير نتوما والأحباب ديالكم. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة اللي دائما كيف ما تعودتوا معايا الاستفادة. اليوم إن شاء الله انطلاقا من التساؤلات اللي جاوني في التعليقات ديال الفيديو ديال لاشوار اللي ديجا حطيته في القناة، واللي أول مرة كيزور القناة غنخلي لكم الرابط الفوق هنا اللي حطيت فيه معلومات مهمة على هاد الآلة. اليوم ان شاء الله هذاك التساؤل غنجاوب عليه في هذا الفيديو، اللي هو واش هاد لاشوار تطحن القوام ديال السلو. على قبلكم، اول مره غادي نطحن القوام ديال السلو في الدار وغنجرب معكم في هاد لاشوار، لان دائما كنطحنوا عند العطار، ولكن هاد المره غادي نجاوب على التساؤل ديالكم باش تقتنعوا واش تطحنوا فيها واش تاخذوها او لا. تشوفوا كيفاش كتخرج لنا كيفاش كيخرج لنا اللوز زنجلان وكل شيء ان شاء الله، وحتى الخلاط الكهربائي اللي خديت من بيم غادي نبارطاجيه معكم. كيف ما كتشوفوا معايا هنا، غادي نبدا على بركه الله. اول حاجه غادي نطحنها هي اللوز اللي حمرته من قبل. بالنسبه للهاشواغ هي هادي، يعني بقات كما هي. صراحه كنستخدمها بزاف البنات، ماشي كنحاول عليها ولا كنستخدمها بزاف. وهذا المس ديال جوج ديال الريوس هو اللي كيصلح لهذا الشيء، تقاوت العطريه. المهم بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي المس اللي ما فيهش الفيسات زوين، صراحه فعلا عندكم الحق، اللي ما فيهش الفيسات كيكون اكثر امان. وبالنسبه لهذا هو اللي كان عندي فيه 4 الريوس، ها هو البنات ما صدى ما حتى شي حاجه. الاولاني هو اللي بدلت كان صدى لي، هذا ما صدى ما والو. اذا نطحن معكم تقاوت اولا القوام ديال السلو وتشوفوا معايا النتيجه على عينيكم. نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه وكنتمنى تستافدوا وتاخذوا فكره وتقتنعوا.
وهنا البنات غادي نجرب معكم حتى الخلاط الكهربائي اللي خديت من بيم، النتيجه ديالو كيفاش غادي تكون ملي نطحن فيه هنا زنجلان ونافع وحبه حلاوه. واي منتوجات اللي عندها نفس الكثافه يعني نفس القوام ديال هذا الشيء اللي طحنت هنايا راه غادي تطحن لكم بنفس الطريقه وبنفس الشكل. وهنا قربنا لنهايه لا فيديو. نصيحه البنات، الا كنتو غادي تطحنوا القوام ديال السلو في هذا العشواغ ولا في هذا الخلاط الكهربائي، فكنصحكم انكم تطحنوا شويه وتخليوا الموتور يرتاح شويه وتعاودوا تطحنوا شويه، ما تطحنوش بشكل متواصل. انا هنا ما طحنتش بشكل متواصل، كنخليه كيرتاح، غير كنحس بالموتور دفى شويه بكثره الطحين، كنخليه شويه يرتاح هكا كنحافظوا على الموتور. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا هذا الشيء كيف ما طحنتو غادي نخلطوا يعني، وغادي نشاركوا معكم ان شاء الله في الفيديوهات فيديو من الفيديوهات جاية ان شاء الله. جات النتيجة انا عجبتني بزاف، واللي دقت له عندي عجبو حماق عليه صراحة. المهم التجربة كنتمنى تكونوا استفدتوا منها واقتنعتوا وخديتوا فكرة، ودائما هذا هو المبتغى ديالي هو انني نفيدكم ونجاوب على تساؤلاتكم، واي استفسار خليوه ليا في التعليقات. ما سخيتش بكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.